السلام عليكم المشاهدين القناة، كديرين لاباس عليكم وكلشي بخير اموركم هانية. اليوم ما بين لا المشاهدة ولا لايك ولا اشتراك، كما كنشارك معكم الافراح كنشارك معكم حتى الاحزان. بيتكم تدعيو مع جوج عيالات بقاو فيها بزاف الدفو البارح بالليل، عدوس تختي ومرت لوسي الله يوليهم برحمة الله، الله يرحمهم ويرزق لهم جنة الفردوس يا ربي ويصبر عائلتهم يا ربي الله يرحمهم. بغيتكم تدعيو معهم بالرحمة والمغفرة، الله يتقبل منكم ومن جميع المسلمين يا رب العالمين، الله يرحمهم ويغفر لهم يا ربي. وشكرا لكم جزاكم الله خير، والله يرحم جميع الأمة المسلمين واللي يشافي جميع المرضى المسلمين. وشكرا لكم بزاف جزاكم الله خير، كما كنشارك معكم الأفراح كنشارك معكم الأحزان. ما بيت لا المشاهدة ولا لايك ولا اشتراك من هذا الفيديو، فقط الدعاء لهاد جوج عيالات الله يرحمهم والله يرزق الصبر لعائلتهم والله يصبرهم، ويا ربي قبل منا الدعاء منا ومنكم من جميع المسلمين يا رب العالمين. شكرا لكم بزاف، بارطاجيو هذا الفيديو باش ان شاء الله كلشي يدعي معاهم يا ربي. كما كتعرفوا صعيب في هاد الظروف ان العائله تمشي عند العائله، داك الشيء علاش نكثروا من الدعاء لاخواتنا المسلمين، نكثروا من الدعاء ندعيو معاهم بالرحمه والمغفرة يا رب العالمين. الله يتقبل مني ومنكم من جميع المسلمين يا ربي، وجزاكم الله خيرا، اسمحوا لي بزاف. السلام عليكم.